السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مرحبا بكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا بألف خير، ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم صيدليتي مع إيمان. إن شاء الله نتمنى نلقاكم في هذا الفيديو أنتم على أحسن الأحوال، يا ربي أمين. إن شاء الله فيديو اليوم غادي نتكلم لكم على واحد الأقراص اللي سميتهم أودغين، اللي خاصين بالتنحيف. الناس اللي باغين يضعفوا ان شاء الله غادي تستافدوا من هذا الفيديو اليوم، وحتى الناس اللي ما بغاوش يضعفوا غادي يستافدوا ان شاء الله. مهم تسناو الفيديو حتى الاخر ما تمشيو فيه. شنو هو أودغين؟ شنو هذا أودغين؟ هو عباره عن اقراص مكونه من 30 قرص، 30 قرص مكونه من مستخلصات طبيعيه، هو مكمل غذائي. شنو هاد المستخلصات الطبيعيه اللي متكونه منها؟ هي متكونه مجموعه، يعني كثير من مجموعه من المستخلصات الطبيعيه، ونذكر لكم من بينها الخرشوف والفجل الاسود. الخرشوف والفجل الاسود ليش كتصلح هاد أودغين؟ كيف قلت لكم هي اقراص مكونه من 30 قرص، الثمن ديالها 85 درهم، كتصلح لنا الناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن، الناس اللي باغيين يتخلصوا من ديك الماء الزائد، والناس اللي باغيين يقللوا من ديك الشعور بالانتفاخ، وكتساعدنا على انقاص الوزن قبل او اثناء النظام الغذائي، وكذلك كتخفف لنا من ثقل الرجل الناتجه عن الماء لمن لديهم وزن زائد. عرفتوا كيفاش؟ دابا الناس اللي كيكونوا عندهم الوزن الزائد كيكون عندهم واحد كتكون لهم واحد الماء زائد، يعني هاد الدواء يعني كيخفف من داك الثقل الارجل. الناس اللي عندهم الماء في الزائد في الارجل، هاد أودغين كتخفف لهم من ثقل الارجل. داك ثقل الارجل كيكون السبب ديالو هو زياده الوزن الكثير، وهاد أودغين كتخفف لهم كتهبط لهم الوزن. والناس اللي عندهم الكرش حتى هما هي كتسطح لهم الكرش، ما كتبقاش الكرش. مهم الناس اللي بغاو يضعفوا اي بلاصه غادي تضعفهم، سواء الكرش سواء البلايص اللي بغاو كاملين، يعني يضعفوا كاملين. نتمنى ان شاء الله تستافدوا من هذا الفيديو، وان شاء الله غادي نشرح لكم شويه بشويه شنو هي الموانع ديال استعمال هذا الدواء. ما كنصحوش به هذا الدواء لمن لديهم حساسية من مشتقات الساليسيليك، وكذلك ما كنصحوش بهم الناس اللي حاملين واللي كيرضعوا، إلا باستشارة طبية، إلا باستشارة طبية. طريقة الاستعمال ديال هذا الدواء، كنقدروا ناخذوا قرصين جوج مرات في اليوم، يعني قرصين في الصباح، قرصين في الصباح. وتقدري حيت هو فيه 30 حبه كتاخديه جوج اقراص في اليوم في الصباح، مع كوب كاس كوب كبير من الماء في الصباح، غادي يدوز لك 15 يوم، وتقدري تعاوديه من بعد، ماشي مشكل، حيت هو مكمل غذائي، يعني ليس بدواء، ومكون من مستخلصات طبيعيه ما تضرش، مثل الخرشوف والفجل الاسود. نعاود نقول لكم، الناس اللي باغين يضعفوا، الناس اللي باغين يحيدوا الكرش، الناس اللي عندهم ثقل الارجل الناتجه عن الماء، المهم هاد الدواء افيكاس ومزيان، والثمن ديالو ما غاليش بزاف، 85 درهم. هو أودغين، أودغين للتنحيف، أودغين. هيا بزاف الناس كيقول لك بغاو يحيدوا الكرش، وقلت علاش لا، بما ان هاد الاقراص الناس متبعينهم ووافقوهم، قلت علاش لا ندير فيديو عليه. المهم ان شاء الله غادي تستافدوا من هاد الدواء، وغادي تلقاو النتيجه اللي بغيتو، يعني غادي تضعفوا، خصوصا الناس اللي غلاط بزاف واللي عندهم الكرش خارجه، هاد الدواء غادي ينفعهم. راه هو كيف قلت لكم متكون من 30 قرص، 30 قرص، تاخدي جوج حبات في الفطور
جوج حبات في الفطور، وتقدري تعاوديهم من بعد، يدوزوا لك 15 يوم وتقدري تعاوديهم من بعد. ان شاء الله نتمنى تستافدوا من هذا الفيديو، ان شاء الله نتمنى تستافدوا من هذا الفيديو، نتمنى ما نكونش طولت عليكم. وفي الاخير تحياتي لكل متابعي قناتي، اتمنى الا تبخلوا علي بالاشتراك والاعجاب والمشاركة مع الأصدقاء. سبحان الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.